الحقائق النهاردة بتقول إنه أيوة النهاردة في مواطنين نزلوا في عدد من القرى، عدد محدود من القرى في بعض في محافظات الجيزة، ممكن يكون في الصعيد إحدى القرى يعني. نحن الآن في ميدان الشيون في المحلة الكبرى مع حركة أغلبها استمر لوقت قليل وأغلبها اتفض بسرعة، يعني الناس نفسها مشيت بسرعة وأغلبها كان قليل. القرى اتنست، انا من قريه وعارف القرى بتعاني قد ايه، محتاج تعليم، محتاج مدارس، محتاج ميه، محتاج كهرباء، محتاج، هو ده اللي محتاجه الصعيد، القرى بتاعتنا محتاجه ده. يبقى دايما بيهتم بايه لما بيحصل مرض شديد، ياخد مع ان هم عندهم اهم المستشفيات.